السلام عليكم. مناشدة إلى فلاح حسن الطائي مدير الصحة، قوي رحم الله على والديك، احنا مشتبه بينا والغرفة الحجر الصحي اللي احنا بيه صار لنا يومين لا اجى احد نظف، لا اجى احد عقم الغرف، البسق والدم ما لاحد الاخوة لحد الان موجود صار له يومين، وحابسينا يابا احنا ما يخالف بس احنا مشتبه بينا، بس مو معاملتنا مع المجرمين يا اخويا ما يصير هيك. شوف هذا هسه لو ما نصيح ونقول ما يجي يشيل هذا الوسخ، وهذا الريوق زدته على 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 الدم. وشوف انتم بس شوفوا، احنا ما نحكي بس شوف الوسخ. شوف هذا الاكل جاب الصبح، بس شوف رحم الله على والديكم، وشوف هذا شوف هذا داخل الحجر الصحي، هذول يا اخوة، وهذا صورهم مال المرضى، شوف هذا الواحد المرضى اخر، وشوف هذا شوف صورهم، بس شوفوا هذا البسق، البسق مال الدم مال البارحة مال احد الاخوة، البارحة طلع وتشافى، لكن شوف لحد الان ما حد اجى، البطانيات ما حد شالهم، يعني حتى اذا ما بينا راح يصير بينا. شوف النظافة صفر 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 قد مرة، ولحد هاي اللحظة هاي صار لنا يومين الغرفة هذا ما حد عقمها، ونقولهم يابا جيبوا التعقيم، احنا نعقم يا اخي، احنا نعقم ما يفيد بيهم، حتى اذا ما بينا راح يصير بينا. الريوق جت وين بلقى الولادي المسؤول اللي جتوا بلقى فوق الدم، يزتوا بالقاع فوق الدم ونجي احنا نشيله. جابوا رجعوا نفس الريوق. بس يقولوا بالصحن طمش على الوسط مال. كله يعني شوف. يعني يا اخويا رحم الله على والديكم، ترى احنا والله مو مجرمين ولا مسويين شيء، احنا كل ذنبنا انه اشتبه بينا وجابونا هنا. هسه قابل ابتلوا بينا.